انا همتحنك. ربنا يكرمك. الامتحان في الذكاء. فين؟ في الذكاء. يعني مش هنا؟ انا هضيع وقتي. يعني مش هنا؟ قالوا لي الامتحان هنا. يا ابني في المفهومية. قريبة؟ ايه دي القريبة؟ المفهومية. انا هسألك سؤال تجاوب عليه. حاضر حاضر. هنا يعني؟ هنا. طيب حاضر. ماشي. تحت امرك ربنا يكرمك. السؤال الاول. فاجئتني. فاجئتك بايه؟ تسألت وانا معدي. انا لسه قلت حاجة؟ طبعا من المعروف واحدة واحدة علي انا مضطرب. طيب حاضر. ايوه. خلي بالك. ايوه. في فرح. والله ما شفتها. ايه دي؟ اعدم ولادي ما شفتها. شفت ايه؟ انا لو في فرخة انا جاي يعني حرامي. انا حرامي. دوروا يمكن منطورة هنا ولا هنا. معاك غلة. معاك غلة. غلة ايه؟ نبضونها. يا ابني افهمني. ايوه. فيه السؤال السؤال فيه فرخة. السؤال فيه فرخة. السؤال فيه فرخة. ايوه. الله. يبقى الجواب فيه شوربة. جواب فيه شوربة. ده بانه مجنون. جواب فيه شوربة. ده مجنون. مدهيني يا سيدة. سيدة. مدهيني من هنا. الله. هفرق فول. ده بيكلم نفسه. هفرق فول يا سيدة. اندهيني. خديني من هنا. يا ابني. مالك يا اخوي؟ ركز معايا. انا مركز. فيه فرخة ماشية. ربنا يديها الصحة. يعني قصدي صاحية. امال يعني هتمشي ميتة؟ تمشي ميتة؟ ده مجنون خالص. اندهيني يا سيدة. هفرق فول. فول حراتي. الفولة كده اهو. مدهيني. يا ابني فرخة ماشية. اه. ده السؤال. فرخة ماشية. السؤال فرخة ماشية. مركبة سلسلة في رقبتها. الفرخة. امال انا. لا ابدا. فرخة مركبة سلسلة. ايوه. وفي اخر السلسلة. اه. بيضة. ما شاء الله. يعني البيضة في السلسلة. في رقبتها. البيضة في رقبتها. البيضة في رقبتها. ايوه. البيضة في رقبة الفرخة. ايوه. اصل البيضة ما بتبقاش في الرقبة. امال فين؟ ها؟ يعني ايه مش فاهمة؟ يعني البيضة مش في الرقبة. يا ابني انت السؤال كده. يعني انا مش فاهم. بس عبيت بخطاط. يعني ايه بخطاط؟ ايه اللي جاب البيضة هنا؟ يا ابني السؤال كده. ماشيه فرخه ماشيه ومعلقه سلسله في رقبتها فيها بيضه. ماشي ماشي. اديك قابلها. مين ده؟ قابل مين؟ اديك قابل الفرخه. كان واخد معاد وانا اتعرفني. اديك ماشي ورا الفرخه. اي هي سمعتها وحشه. سمعت مين؟ الفرخه. فرخه ايه؟ يعني اديك صايع. مش عرفني يعني صايع. يعني ايه صايع؟ يعني بتاع عشش مفروشه. عشش ايه وبتاع؟ يا ابني ركز معايا. انا معاك. نيجي للسؤال. ايوه. اديك لما شاف البيضه في رقبه الفرخه. ايوه. سالها ايه ده؟ شاور لها على البيضه وقالها ايه ده؟ تجاوب وتقول له ايه؟ السؤال بقى اديك بيسال الفرخه على البيضه. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ الفرخه هتقول له ايه ده؟ ايه ده؟ ده بجناحها بقى. شفت ابنك؟ غلط غلط. امال ايه؟ هتقول له شايف صورتي وانا صغيره؟ يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة. ايه ده؟ ايه الاسئله دي؟ ايه اللي فرخه وعشه؟ وانا اتعايل في اوتيل ولا في قفص؟ مالك يا السؤال الثاني. تحت امرك. ايه الشيء المدور ولونه اخضر؟ ايوه. وتشقه بالسكينه تلاقيه احمر وفي بذر بنسميه لب. كده ربنا يكرمك. حاجه خضراء ودوار وتشقه بالسكينه حمره وفيها لب. واول حرف منها نون. نطيخه. في حاجه اسمها نطيخه؟ يمكن واحد احنا في اللي شاريها اديني نطيخ. غلط. امال ايه؟ بقول لك اول حرف نون. ايه يعني؟ نص بطيخه.